صباح الخير مستمعينا الكرام، برنامج بالفلاحي أحلى بيجيكم سبت واثنين وأربعة على راديو جرس. ثاني فقراتنا لهذا اليوم رح نحكي عن الأمثال الشعبية الفلسطينية. راديو جرس هو راديو شبابي بيختص بمواضيع الشباب، قضايا الشباب، هموم الشباب، تطلعات الشباب، سواء كان على الصعيد الإيجابي أو الصعيد السلبي بالنسبة للشباب، بتناول كل شيء شبابي. فهذا يعني باعتبار هذا الراديو هو راديو متخصص للشباب، من وإلى الشباب، إحنا كلنا طاقم شباب وكمان حيكون كله موجه للشباب. طبعا هو مشروع شبابي، كان نتيجة من مشروع اقتصادي عملته مؤسسة فلسطينيات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة هانريخ بول الألمانية. بلش بمشروع مناظرات فلسطين عام 2013، فعليا بلش بداية العام، كان في معنا 10 جامعات فلسطينية، وكان التركيز أكثر على طلاب كليات الإعلام، وبعدين كل جامعات طلبت انه ينضم للمشروع طلاب من كليات وتخصصات. البرامج هي برامج شبابيه، يعني كل شيء بنحاول انه نصل للشباب من خلال برامجنا، برامج اجراس شبابيه، في عندنا برنامج سي في، هذا برنامج بتحدث بس فقط عن الخريجين العاطلين عن العمل، مش اي عاطل عن العمل، المتميزين. في عندنا كثير من الشباب اليوم عاطلين عن العمل، خلصوا بعد ما تخرجوا، لكن بالرغم من تميز الشباب، من ابداع الشباب، الا انه ما وجدوا الفرصه او ما وجدوا السوق اللي يستوعب هاي الابداع وهي الموهبه اللي عندهم. فهذا بكون من ضمن برنامج اسمه برنامج سي في، برنامج حلو، بنعرف الشباب باماكن فلسطينيه موجوده بفلسطين، عنا كمان شخصيات فلسطينية احنا ما بنعرفهاش، هي مشهورة ممكن نحن نتقمص أدوارها نحكي عنها، وكمان شو بتعرف عن هو البرنامج اللي بيحكي عن المناطق الفلسطينية للقرى الفلسطينية اللي احنا ما بنعرفها، زي قرية معاوية، الياسمين، الجواميس. كمان عندنا برنامج نص نص، هو نص من حكمة، والنص الثاني للبرنامج انه بنشرح الحكمة بنوضحها بنحاول نقاربها من واقعنا كشباب. فيه مستمعينا الكرام اينما كنتم وتواجدتم، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج اجراس شبابيه. احنا عندنا المقدمين يعني موزعين مش بس من رام الله، في عندنا من نابلس، في عندنا من الخليل، وفي من رام الله، فموزعين. حتى عندنا بيجوا اصدقاء لنا من الاردن، والله بيجوا عندنا بيقدموا البرامج، هم يعني بحبوا هاي الشغله، وكانت الفرصه من خلال الراديو الشباب وبيقدموا البرامج. هذا المشروع من 3 سنين بنحاول نحصل عليه، حصلنا على هالمشروع منا كشباب، وبالتالي بعد ما حصلنا على المشروع من ألمانيا، الاتحاد الأوروبي اللي كان داعم في هذا المشروع، احنا حاليا في الوقت الحالي ما فيش داعم لنا، يعني ما فيش ممول لنا، ما فيش داعم لنا، وبالتالي هذا الشيء ودخلنا مستقبلا راح يعتمد علينا، وبالتالي احنا حكينا مع اي حدا بيجي عندنا متطوع او بيحب يتدرب، احنا بندربه كمان، اي حدا بيتطوع هذا متاح له، انه للأسف حاليا مش متاح انه حتى مش بامكاننا نوفر يعني حتى مواصلات للمتطوعين اللي معنا، بس هي فرصه لهم كمان انه احنا في على جيلنا احنا وعلى جيل اللي قبلينا، انه صار يعني ما اتيحت الفرصه انه نكون امام مايك، نكون في استوديو، نكون في اذاعه وانت تحكي فكرتك، تحكي برنامجك. احنا بنوفر في الراديو انه لا، انت اذا عندك فكره برنامج تعال قدمها. طبعا المشاكل يعني بالاول هو التمويل، يعني احنا خلص تمويلنا بالاجهزه اللي اشتريناها والمعدات، حاليا فيش تمويل للراديو، بس بنحاول انه يعني نتاقلم على هاي المشكله بالاراده اللي عندنا، انه نكون عندنا شيء خاص، مشروع خاص نقدر من خلاله انه نطلع على العالم نحكي ارائنا ومشاكلنا وتطلعاتنا كشباب فلسطيني. وبعتقد انه اكثر شيء بخلينا نتشجع انه نتغلب على هاي المشاكل هو الفرص الضئيله الموجوده عندنا في المجتمع، ومن خلال راديو جرس راح نساعد كثير من خريجين الصحافه والاعلام اللي عاطلين عن العمل، ندربهم ويكونوا ان شاء الله مذيعين لراديو جرس ولراديوهات ثانيه كمان. انا خريجه صحافه عاطله عن العمل حاليا، شفت صفحه الراديو على الفيسبوك، دخلت عليها وشفت البرامج اللي بيعرضوها وشفت انهم ممكن يقبلوا متدربين، ف
والله أنا من البداية عندي فكرة وبميل للإذاعة كثير، فبعثت لهم مسج وحكيت معاهم، وهم ممكن يكون بداية منيحة لكل متدرب، لأنه عن جد مشروع شبابي حلو إنه انبنى من ولا إشي.